هكمل معاكم حاجة بسيطة بقى في تربية البنات. زي ما قلت لكم في وقت بنشد فيه وفي وقت بنرخي وفي وقت بنتكلم في وقت بنضحك وقت بنصاحب وقت بنخرج، في يعني لكل مقام مقال. بس انا يعني لكل ام شد على بناتها جامد قوي عايزة اقولك لا ما تشديش قوي كده، يعني صاحبي بناتك، قربي منهم، احتضنيهم، احتويهم، اهتمي بيهم، شوفي اهتماماتهم ايه، اعملي لهم الحاجه اللي خليهم يتعلقوا بيكي قوي، بشكل ان لما البنت تتضايق او تتخنق او يحصل لها حاجه مش كل البنات بتحكيها لامهاتها، تجري عليكي وتحضنك وتقولك يا ماما في حاجه مضايقاني. انت لو وصلتي للمرحله دي يبقى فعلا انت ربيتي صح. انا مش بهاجم بنتي لما تيجي تحكي لي على حاجه، بل بالعكس ما بهاجمهاش خالص، بل بقول لها ايه، انت لو كدبتي عليا انا هزعل، لكن لو انت اتكلمتي معايا بصراحه هحترم صراحتك وهيبقى في بينا ثقه متبادله، وهقدر ان انا احل المشكله اللي انت فيها او اتكلم معاكي ايه الصح من الغلط. عودوا بناتكم ما يحكوش اسرارهم لاصحابهم، يعني مش كل حاجة سرها، أو كل طبعا كل بنت ليها خصوصيات، حد عكسها انبسطت، حد من زمايلها كلمها قال لها كلمة حلوة مش عارفة ايه، بتجري طبعا على صاحبتها. لا، عودوها، عودوا بناتكو تجري عليكي انت، تجري على امها تقول لها يا ماما مش عارفة حد عكسني، حد حاول يكلمني، حد مش عارفه ايه، وتاخديها بقى بالهداوه، مش عارفه ايه، مش عارفة إيه، لا لا لا، وغلط وصح ودب دب ضرب ضرب. لا اوعي، صدقيني والله لو انت بتعملي كده عيارها هيفلت منك، ولا هتعرفي تملكيها ولا هيبقى لها ماسكه. ما تسمعوش البنات اللي بتسيب البيوت ويقعدوا يدوروا عليهم باليومين وبالتلاته، اوعوا توصلوا بناتكم لكده. احتضنيهم، احتضنيها واهتمي بيها واسمعي منها وفهميها الصح من الغلط، وفهميها اصول الدين ايا كانت ديانتك ايه، والاصول اللي احنا متربيين عليها، وتقاليدنا ايه وعاداتنا ايه، وايه اللي المفروض نعمله، وازاي البنت تعزز نفسها وسط اصحابها، وسط اي، حتى لو في الجامعه وسط الولاد. فهميها ما تهزرش لما اللي قدامها يبقى عارفها كويس، وهي واثقه ان اللي قدامها سواء بنت او زميلها او ولد ان هم كويسين. حقيقي لازم تحتضنوا ولادكم، بالذات البنات تربيتها حساسه لابعد حدود. ويا رب تكونوا استفدتوا مني. وقت